قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قال إن رئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستقبل غدا البعثة الرياضية التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيكرم الأبطال والبطلات أعضاء البعثة الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب. ويذكر أن البعثة المصرية حققت 45 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 18 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.